شاب خرج للجهاد ولم يحج، هل الأولى أن يقدم الجهاد أم الحج؟ الواجب تقييم الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام بالنص والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على أن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للقادر عليه أن ينصرف إلى الجهاد ويدع الحج. طيب،